الكثيرون هم عشاق القطط بين تربيتهم في المنازل واللعب معهم في الشوارع، لكن هل ذهبت من قبل إلى مقهى مخصص للقطط؟ حسناً، هنا غزة، وهذه السيدة هي نعيمة معبد والتي قررت افتتاح مقهى مياو كات كافيه أملاً في إدخال بعض الفرح على محبي هذا الحيوان المضاد للاكتئاب. المشروع بسيط وفكرته بسيطة، وأنا استلهمتها من شغفي بالقطط منذ الصغر، فحبيت أنه شغفي هذا أنقله للناس. المقهى استقبل الأطفال لقضاء أوقات ممتعة مع القطط، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون قططا في منازلهم. هاي القطط كائنات بتعيش معنا، بتحس زينا، الخوف، الجوع، الفقر، كل إشي بنعيشه هي عبارة عن كائنات عايشة بمجتمعنا وحاسة بكل هاي الأشياء. رغم ظروف المعيشة الصعبة في قطاع غزة، إلا أن الرفق بالحيوان لم يغب عن سكان القطاع الذين وجدوا في العناية بالحيوانات متنفساً من ضغوطات الحياة.